تتقدم شركة الدلما فرع البصرة بالشغل والتقدير والعرفان إلى المتدربين حسين وعلي حامد على تفانيهم وإخلاصهم في العمل وإضافتهم إضافة رائعة للنظري والعملي في الحقل، حيث كان الالتزام العالي والحضور العالي للمتدربين شيء رائع جدا. أنا أتمنى أشوفكم في أحسن مكان في المستقبل، وإذا عندك شيء تريد تضيفه تفضل ناضي في المصير زحمان. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المتدرب حسين قيامي شركة ليك أويل المتحدة المسامة في الشرق الأوسط. أشكر الدكتور أحمد على إيصالي الفكرة بصورة صحيحة في هذا الخصوص من الدورة، وأشكر إدارة مركز تدريب الدلما فرع البصرة أيضا من خلال المساهمة في هذه التنسيق وإيصال الفكرة من خلال البوشي ومن خلال ترتيب الدورة، وأشكر زميلي علي وشكرا لكم. شكرا. الآن راح نوزع الشهادات كمان طلبات الدورة. حسين كنت رائع. شكرا جزيلا. شكرا لك. نتقدم المدرب علي استلام شهادة كمان طلبات الدورة. شكرا لك. شرفنا بك. شكرا جزيلا.